صباح الخير، صباح الورد، صباح الأناناس، صباح المشكلة مع هذا البني آدم. بعد يعني بعدني بدي أقول صباح الخير، بلشنا ندابح بعد المشوار أول ترى نطول بعد ما نسافر يعني بابل صلع بابل رافع بعض كلاشينات يمكن أكثر شوي. كيف حالك؟ شو أخباركم؟ صلى على النبي الله وصرفنا محمد. طلع عمان مشوار محترم حلو، رفق مع رعد ولد الخال، ولد الخال الحب كفو من ظهر كفو. شو قلت قبل شوي تصور؟ بارك الله فيكم جميعا. اسمعوا، انا امبارح ما فتحتش بث، اليوم ناولكم على بث على سهرة. توفقنا مشوارنا، سهرتنا اليوم غير ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى غير اليوم البث. اسهركم سهرة ما سهرتوها طول عمركم، اي سهرة امبارح واي سهرة اول امبارح واللي قبله هذا حطه على جنب، اليوم البث غير ان شاء الله باذن الله تعالى. عشان تكون بالصورة من هسه صديقي من الصبح، يعني احط عندك علم انه البث الساعة 12 فاهم؟ رعد في شرب طالع لي وين يا عيوني؟ هيو لا يا زلمة بعد شوف الصف السادس بعد صغير. زبوك صب لما قادر احط دعاء ثمي يا رجل. انا مش حب شباب، هذا شاب كامل. والله انك صادق اقسم بالله. هذا بتعرف من شو؟ بعد انا حساس. بتعرف بتعرف انه انا حساس؟ سنسيتيف. انا بتعرف انه ماما بتفطرني شغال فور نفليكس؟ انا بعرف، جاي تقول لي فور نفليكس وحليب ومش فور نا شو اسمه العاد؟ فور نفليكس لا شو اسمه؟ اوكي ودينا ودينا اشربنا الشغل يلا قربنا نصير عوادين نشرب قهوه نسوي شيء نافع. شرب قهوة ونو تاكل. اسمع شو رايك مش حنا بفطور على الخفيف؟ بس على الخفيف على الخفيف، كل واحد حبتين سنيكر، ست حبات معجنات سريعات هيك خفيف نجد. في ناس كثير بتبعث لي يبعثوا لي يقولوا لي شو اسمه سطر كلامك مبطلني فهم عليه. هو جماعة لما اكتب لما اكتب بتلاقوني سايق، يعني بتلاقيني اكتب اكتب بطل قدامي اكتب بطل قدامي، لما اخربط ما بحذف خلص على السريع. فانتوا لازم تكونوا انتوا عارفين وفاهمين انه ميكس يا بعمل شيء مش لهالدرجه اني غبي كتاب، يعني بيني وبينكم ما بعرفش اكتب انا، والله ما بعرف اكتب انا رعد الصراحه. انا طلعت بصف الرابع رعد الحمد لله رب العالمين، بس طلعت يعني طلعت على شيء متعب، يعني طلعت اني اشتغل وادير بالي حالي واصرف حالي فهمتوا؟ بس هذا اخوان هذا المسج، هذا المسج افرجيكم اياه اقسم بالله. هسه رن علي قبل شوي والله قال لي على الشوارع الخارجيه بالله عليك تربط حزامك انت وابن خالك، والله هاي قدامك صح ولا لا؟ اه شكرا لك يا حبيبي، شكرا الله يسعدك، الله يسعدك يا رب. والله العظيم متابعيني بيعززوا لي تعزيز يا رجل، اقسم بالله العظيم مش طبيعيين. بقول لك ما احنا عارفين يا اخوي انه الكتابه غلط لانك سايق، واضحه ليش هذاك متفلسف؟ اول شيء هو متفلسف ايش حرام. بعدين ما شاء الله طالع من صف الرابع، والله الإملاء اللي عندك أحسن من إملاء الدكتور. حيج حي راسك. والله يا جماعة الخير شوفوا، يعني إذا بدنا نقعد نسولف بالموضوع هذا هسا من ناحية شهادة هي كويسة كويسة، ولكن بالنسبة لي يعني اللي قري قري، مش إنه اللي قري قري يعني أنا مش مهتم، يعني ماكل أصابعي بالندم إني ما قريتش، بس والله خلص مش ببالي الصراحه. يعني شو رايك رعد ارجع اكمل التوجيه؟ لا لازم نكمل كمل نكمل كمل. ها بيني وبينك في بحرة يلعن بيا غاميقة يلعن بيا لا نقعد صدق وتامل بالله. لا اله الا الله.
لليوم في ناس تعرف شو اسمي الحقيقي. صادق. وش راح اقول لكم اياه؟ مين هذا؟ هاي واحدة اسمها دلع. كتبت لي شو اسمك؟ لا. لا، شو اسمك على التيك توك؟ شو اسمي الحقيقي؟ اها. شو دخل اسمي الحقيقي يا زلمة؟ الو. بعد نايم شباب، بس بصحاك وبرجع. بصحى وبرجع. جنب لي كاستك بسرعة. شو شو زنجبيل شباب دقيقة. اه زنجبيل زنجبيل. منورين اخوي رعد الغالي وميكس الحبيب الغالي احلى طلع. اخوي انت من وين مبعثرك؟ هذا سيد علاء. هذا علاء؟ سيد علاء هذا صاحبك؟ هذا غالي على قلبي. هذا صاحبك؟ غالي على قلبي كثير. هو غالي على قلبك ما اختلفناش. مش من وين مبعثرك؟ انا بعرف مين مبعثرك. مين مبعثرك؟ بعدين بقول لك. بقدرش اقول لك هسه. يلا خلينا نفصل الستوري عشان تقول لي. يلا. وجهك مثل المحكم. كلمات البحر غير اسمك. هاي حطيت لك فيها، حطيت لك فيها ميكس بالاردن. اي حدا بدي يبحث عن اسمي بالسناب اكبس، قال اكبس ابحث ميكس بالاردن بيطلع لك عادي. مجرد ما كتبت ميكس بالاردن بالعربي بيطلع لك كل شيء. راح نكون جزء 1 2 4 5 قربت قربت يا اخوان قربت. هي مش مفاجأة يا اخوان، هي مش مفاجأة، هي اشي كبير راح يصير بالتيك توك، اشي كبير كثير. يعني ظل كم يوم بنسولف عنه. راح يصير اشي بإذن الله، بإذن الله تعالى ما صار. بإذن الله يا رب. هاي جماعة سناب ميكس، صلوا على الموضوع بسرعة بسرعة سريع سريع. اتفق انه عشينا. احنا قلنا نروح ناكل اشي كويس وانه فلافل. يا اخوان شو مالك؟ انتفخنا. مشكلة امي طبخت لي مقلوبة اسمها محروقة، والله شو زود عليها طعمها فلافل وشو انتفخنا. اقسم بالله اقسم بالله انت مخي.